جزء، بس الجزء اللي هنقراه النهارده محتاج تركيز علشان فيه بعض الافكار التعليميه، وانا شايف مجموعه من الشباب والشابات حاضرين، وده شيء رائع جدا نركز فيه في كلمة طبعا. عنوان التأمل النهارده او عنوان الخدمه هو مقابله بين المسيح والناموس. مقابله بين المسيح والناموس. خلونا نقف مع بعض عشان نقرا جزء من انجيل متى اصحاح 5، وهناخد بدايه من ايه رقم 21. انا هاخد جزء وبعدين اثناء التامل هنمر على باقي الكلام. بيقول الرب في انجيل متى اصحاح 5:21: سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. واما انا فاقول لكم. واخدين بالكم معايا من المقابله دي؟ طب هل الرب يسوع لغى الناموس؟ هل المسيح لما بيقول سمعتم انه قيل واما انا فاقول، طب هو ايه الفرق بين المسيح وبين الناموس؟ الناموس بيشهد عن المسيح. 6 مقابلات بيعملهم الوحي بين الناموس العهد الجديد وبين المسيح. دي اول واحده. تاني واحده في عدد 27: سمعتم انه قيل للقدماء لا تزني، واما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. تالت واحده في عدد 31: وقيل من طلق امراه فليعطى كتاب طلاق، واما انا فاقول لكم ان من طلق امراته الا لعله الزنا يجعلها تزني. رابع واحده في عدد 33: ايضا سمعتم انه قيل للقدماء لا تحنس بل اوفي للرب اقسامك، واما انا فاقول لكم لا تحلفوا البتة. اللي بعديها رقم 5 في عدد 38: سمعتم انه قيل عين بعين وسن بسن. ها؟ عارف عين بعين وسن بسن يعني؟ في العهد الجديد كان لو واحد اتخانق مع واحد وجلعه عين، فكان القاضي يحكم على اللي جلعه عين يروح فجع له عين، فصار سنه يروح عامل ايه؟ فالرب يقول سمعتم انه قيل عين بعين وسن بسن، اما انا فاقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من نطقت على خدك الايمن فحول له اخر ايضا. اخر مقابله في عدد 43: سمعتم انه قيل تحب قريبك. العباره دي مش موجوده في العهد الجديد خالص، اللي هي كلمه وتبغض عدوك، دي اضافوها الناس، لكن الرب قال لهم واما انا فاقول لكم تحبوا احدا. امين. تفضل. الرب يسوع المسيح في فتره وجوده على الارض وعظ الشعب عده عظات اللي تسجل منها في الوحي المقدس، خاصه في انجيل متى 5 عظات. اطول عظه واكبر عظه هي هذه العظه عددها 104 آية، وعظها المسيح للتلاميذ وللجموع من على الجبل. والحقيقه مش عارفين انه جبل بالتحديد، لكن يعني اختلفت بعض الاراء، لكن بيقول الكتاب ان هو لما راى الجموع صعد الى الجبل، فمش هيفرق معاه انه جبل، لكن الرب يسوع صعد الى الجبل وابتدى يوعظ. ابتدى يتكلم في الوعظه دي 104 ايه على كذا حاجه، لكن الجزء ده من انجيل متى اصحاح 5 بيعمل مجادله بين المسيح، بين تعليم المسيح في العهد الجديد وما بين تعليم الناموس في العهد الجديد. طب هل الرب يسوع غير تعليم الناموس؟ لا،
ما غيرناش. هما ليه لما بيقول سمعتم انه قيل واما انا فاقول؟ كلمه اما انا فاقول مش معناها المسيح غير كلام الناس خالص، لكن لما نمر على الست مقابلات دول هتلاقي المسيح بيؤكد كلام الناموس بل زوده كمان شويه، يعني خلى الوصيه اكثر حساسيه، ما لغاهاش لكن بالعكس ده طوال. خلينا نبص على اول واحده في عدد 21. همر معكم على الست مقابلات دول وارجو ان الرب يدينا تركيز فيهم ويكلمنا من خلالهم ويكون صوت الله واضح لينا. في اول مقابله بين المسيح وناموس يقول سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، واما انا فاقول لكم ان كل من يقدر على فيه باطلا يكون مستوجب الحكم. يعني الرب يقول لهم في العهد الجديد بيقول لا تقتل، فانا بقول لك الجد ده اخر مرحله. ليه؟ لما واحد يكون بيفكر يقتل واحد، ما الفكره دي مش هتيجي وليده الساعه واليوم، لكن ده هو بيحصل بينه وبينه شد ومد وجذب وبيحصل مشكله، وانا ليا حاجه عندك انت مش هتديهولي، فيبدا يفكر ويخطط ويشتري اله ويفكر ازاي اقتله باي طريقه، هاكل عليه حد ولا اضربه انا، واقتله في الغيط ولا في البيت وبسكينه ولا بطبنجه. فبيقعد يفكر مع نفسه في الوضع دوت عده ايام وعده اسابيع وممكن عده شهور، واحيانا الامر يستغرق سنوات. الرب قال لي بقى قال اللي بيفكر يكفر ده حصل جواه كره تجاه شخص، حصل جواه بغض تجاه شخص. فانا بقول لك ما تستناش لما البغض اللي جواه بوصلك لانك تقرر تكفر. فبيقول الرب ايه؟ قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. لا انا مش استنى لما الواحد يقتل ويتحكم عليه، واما انا فاقول لكم ان كل من يغضب بس، لان الغضب هو بدايه التفكير في القتل. لما الواحد بيغضب على واحد وبعدين بيتضايق منه وهكذا بتتطور العلاقه السيئه بينهم لانها ممكن توصل للحقد والحسد والضغينه والقهر. فالرب يوم في العهد الجديد يقول لا تقتل. لا انا مش بقول لك لا تقتل، ده بقول لك في اول مرحله. خلي بالك معايا، شوف بقى الفرق ما بين حساسيه الوصيه في العهد الجديد. بمجرد انك انت يحدث في داخلك نوع من الغضب، حاول انك تنتصر على الغضب ده. بمجرد انه يحصل جواك نوع من الحقد تجاه شخص او الرغبه في الانتقام او الغضب منه، فحاول انك تبلغ الفكر دي جواك، لانك لو سبت هتقدر هتوصل بيك لانك ممكن تفكر في القبر. يبقى هنا المسيح لا نصالح ونسامح ونصافر على قدر
شاعر ان فيه شعور بغض جواه تجاه شخص، حاول انك تنتصر على هذه المشاعر وتاخد خطوه مع نفسك، مش مع كله، مع نفسك، انك تتغلب على المشاعر دي، لان المشاعر دي تتطور جواه لانك تفكر في انك تكتب. حد يقول لي انا عمري ما افكر في ان انا اكتب، عمري ما انا افكر اجيب سكينه ولا اجيب طواجي ولا اكتبه. الكتاب بيقول في رساله يوحنا: كل من يبغي الاحياء فهو قاتل نفس. يعني ايه؟ يعني انا بحكم عليك الموت ودايما بتكلم عليه كلام سلبي وبحاول ان انا اشوشر عليه وشوشر على سمعته، فانت بالنسبه لك بتحكم عليه بالقهر. رب يدينا نعمه علشان نقدر نتغلب على مشاعر البغضه اللي جوانا تجاه الناس، على الاقل زي ما كان بيتكلم اكون عارف ان انا اعيش السلام مع نفسي، اعيش جوايا انا سلام. يعني انا بقى جوايا طالع على نفسي، انا ابعد شويه واخد خطوه لورا، بس على الاقل لو انا مش بتعامل مع حد، بس على الاقل انا اعيش في رضا مع نفسي. خلينا ننتقل معاكم للمقابله الثانيه علشان اقدر امر عليكم بسرعه. في عدد 27: سمعتم ان عقيل القدماء لا تسمع، نفس الفكره، واما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. الزنا الفعلي هو اخر مرحله بتحصل، لكن قبل ما تحصل المرحله دي في مجموعه مراحل بيمر بيهم الانسان: بينظر، بيشتهي، بيفكر، بيخطط، بيرتب، بيحاول ان هو يوصل الى تحقيق الغرض، وتحقيق الغرض ده مش اول مرحله، ده اخر مرحله. فالرسول الرب يسوع المسيح بيقول لنا ان العهد الجديد بيقول لك كذا، كان بيقول لك مجرد ان تتغاضى في داخلك مشاعر عاطفيه تجاه شخص ورغبه في علاقه ليست مقدسة، حاول انك تتغلب عليها وتتصل عليها قبل ما المشاعر تتغلغل وتوصل الى المرحلة الأخيرة. في آية في رسالة كولوسي أصحاح 3، خلينا نقراها معاكم. في رسالة كولوسي تكتبنا في النقطة دي وأصحاح 3 وعدد 5، الرسول بولس بيقول للمؤمنين في مدينة كولوسي هذه الآية، يلا نقراها مع بعض: فأمنتوا أعضاءكم التي على الأرض، ويتكلم عن خمس مراحل: الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الرديئة، الطمع. خلينا نجيبهم من الخلف. أول واحدة فيهم الطمع، واحدة بتطمع في حاجة أو واحد بيطمع في حاجة مش بتاعته. اثنين، الشهوة الرديئة، إيه اللي بيحصل؟ بتحصل إثارة داخل الشهوة جوه الإنسان. مرحلة رقم 3، الهوى. الهوى هو الارتباط العاطفي بين شخصين عن بعد. نمرة 4، النجاسة. النجاسة هي ملامسة الأجسام ببعضها دون فعل الفعل الفاضل، دون الوصول إلى المرحلة الأخيرة. نمرة 5، الزنا. فالرسول الذي يحسن من خمس مراحل، يبدأ بالأكبر: الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الرديئة، الطمع. الرب يسوع المسيح بيقول: سمعتم أن أعطينا القدماء لا تسمع. لا، أنا بقول لك مش ما تستناش لما يحصل الفعل ده، بمجرد إن عينك تنظر وعقلك يفكر وقلبك يشتهي وتبدأ تخطط وترتب لارتكاب الفعل، فبقول لك بسرعة: حاول إنك تنوّض المشاعر دي وهي في مهدك. يبقى إذا الرب يسوع ما لغاش وصية العهد الجديد، لكن عمل إيه؟ عطاها حساسية. عشان كده يا مرات كتير بتحصل علاقات في الوسط الديني وما بتبداش بالكبيرة، لكن بتبدأ إنك تقف: أنت صاحبتي، أنت غالي عليا، أنت أنا بس برتاح لك، أنا بحب أحكي معاك، أنا مش بلاقي حد أستأمنه على أسراري غيرك. وبتبدأ الأمور بالشكل ده، وبعدين الأمور بتتطور وتتطور لحد ما تجي على الفاس في الراس. الرب يسمع لهم: سمعتم أن عقيل لا تسمع. بالمرحلة الأخيرة لا
رسالة يعقوب الإصحاح الأول بيتكلم يعقوب في هذا الاتجاه، فبيقول لي يلا نقرا مع بعض في عدد 14. في يعقوب واحد وعدد 14. ولكن كل واحد يجرب إذا انجسد. يعني انجسد؟ واو، إذا انجسد. لما جاء بيتكلم معاهم عن موضوع الطلاق، قالوا له ان موسى
يعني أزل إن هو الراجل يطلق مراته لأي سبب. قال له بالعكس لأي سبب. أنتم متلككين. مش لأي سبب. وراح الرب يتكلم عن سبب معين. لكن هنا الرب يقول إيه؟ وقيل من طلق امرأة فليعتمد الطلاق عشان تروح تتجوز تاني. ويبقى عارف هي مطلقة ليه؟ بسبب الطبيخ، بسبب العناد، بسبب الكبرياء، بسبب أي خطأ معين. لكن لو بسبب الزنا ما ينفعش تتجوز تاني. وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأة مش لأي سبب بقى، مش لأي غرض، إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج هو طلاق يزن. هنا برضه الرب يا حبايبي مش بيساعد الناس على موضوع الطلاق، لكن الرب بيحاول يقول للناس اجبروا انكم تعيشوا مع بعض وتتعايشوا مع بعض، لكن ما تفكروش في هذا الامر. لان الرب في ايه جميله احب احطها قدامكم في ميخ ملاخي اخر سفر في العهد الجديد، في ملاخي اصحاح 2. اقرا الايه دي معايا كده، ملاخي اصحاح 2 وعدد 16. واضحه جدا الايه بتقول الله، يلا نقرا الايه مع بعض، لانه يكره الطلاق. قال الرب يكره الطلاق، الله ما بيحبش الطلاق. ايه واضحه جدا اهو، لانه ده في العهد الجديد يكره الطلاق. قال الرب اله اسرائيل. يعني كل واحد فينا يجب ان هو قبل ما والله لما بيرشده الله مسؤول عن النوع ده من الزواج. عشان كده الكتاب يقول الذي جمعه الله مسؤول عنه الله. طب الزواج الثاني النوع الثاني مين هو؟ زواج من الناس. زواج من الناس هو ان واحد اعجب بواحده، واحده اعجبت بواحد، غني شويه هيجيب شويه ذهب اكتر، هيعمل ابنه نوم اغلى، عنده شقه تمليل، عنده مش عارف ايه، فأعجب ببعض من غير ما يصادق، من غير ما ياخد رأي الرب، فراحوا متجوزين. الجواز ده ممكن يكمل ممكن يفشل. ليه؟ لأن الله مش مسؤول عنه، ما حدش راح سأله. نمرة ثلاثة، الزواج اللي بيتم عن طريق الشيطان هو الزواج اللي بيتم عن طريق السحر وعن طريق الشعوذة، وإبليس ممكن يتدخل في هذا الأمر، وده بنسبة كبيرة بيفشل. فالنوع الأولاني الله مسؤول عنه. والله لأن مش كل الزواج المسيحي هو من قبل الله، لكن زي ما قلت لكم في زواج من الله وفي زواج من الناس وفي زواج من الشيطان. لذلك اتأكد أولا إن الزواج من الله ولا من الناس، اتأكد أولا إن الزواج من الله ولا من الشيطان. الزواج من الله الله مسؤول عنه، وده اللي يبدأ يقول عنه الكتاب في متى 19 الذي جمع الزواج المسيحي هو عبارة عن تعيين من الله وارتياع من الإنسان. الله يدور والإنسان يدور. تفتكروا يا شباب لما العبد كريم مات إبراهيم في تكوين 24 راح علشان يخطب رفقة لإسحاق، صلى وقال له رب عبارة لو تفتكروها معايا، المرأة التي عينتها. فالمرأة معينة للرجل والرجل معين للمرأة، لكن هذا لكن لما واحد راح يتجوز واحده هو مش متاكد ان هي معينه ليه، وهي مش متاكده ان الزوج ده معين ليها، فالزواج ده بيبقى ايه بقى؟ على شفا حفره، ممكن يكمل وممكن يفشل. لكن الرب يا حبايبي بيحذرنا من البدايه من موضوع الزواج علشان ما تبتديش بكارثه وتنتهي بطلاق، او تبقى عايش حياه دي تموت. ما هعمل ايه طيب؟ ما قداميش حد غير كده، ده
لو الزرع جالك هودي للكنيسه قد كده، وبعد ما صار الجيل يا اخي طلع لنا الانسان الشعبيه من تحت البيت يقول لك اللي يعوز البيت قول 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 ما تزعلش قول ما تخليش اللي يعوز البيت محرم عليه الكنيسه. لا مش محرم على الكنيسه، اللي يعوز الكنيسه دي للكنيسه. بص معايا، ما توعدش لان لما الانسان بينزل وما بيوفيش خير لها ان لا تنزل من ان تنزل ولا تفعل. وده كلام موجود في العهد القديم وموجود في العهد الجديد. وبعدين بيكمل بيقول ايه؟ ايضا سمعت من عقيده قدماء لا تحبس بل اوفوا بالرب اقسامه، وانا اقول لكم لا تحبسوا البته. ليه؟ لانه كان يحلف ان هعمل وهودي وهسوي وفي النهايه مفيش من الكلام ده. وبعدين يكمل الرب يقول ولا الارض لانها موضع قدمين ولا اورشليم لانها مدينه الملك العظيم ولا تحلف براسها لانها مش ملكه، لانك لا تقدر ان تزيء ان تجعل شعر واحده بيضاء ولا سوداء. بعدين بيقول في الايه الجميله دي بل يكن كلامكم ها نعم نعم. انا عايز اسال المؤمنين مش الأشرار. في ناس بتضحك لما بنحط في موقف، فعلشان نأكد اللي قدامنا إن إحنا مش عاملين حاجة غلط بنعمل إيه؟ بنحكي. طب أسألكم سؤال تاني بس من الناحية التانية، هل فيكم حد يتعامل مع مؤمن مش بيكذب؟ ولو عايز التاني تضربني اضربني، اروح ضربه تاني وهو واقف ساكت
بس روح رفع وش لفوق يقول له انا عشانك وعشان كلمتك انا مش عايز امد ايدي على قسيس ابراهيم، انا عندي استعداد امد ايدي عليه دلوقتي وابهدله، بس انا عشانك انت انا مش همد ايدي عليه. يروح الرب بقى من فوق بحلم وغضب عليا ويقول لي هو انت ضربته اول مره وهو سكت، وراح اغفل لك وضربته تاني مره. انا بقى هدافع عن مالي ليه كده؟ عشان كده الرب يقول في رومية 12، هاتين الآية دي يا بنت الناس، رومية 12 وعدد 17، لا تنتقم لأنفسكم، سيبه يعمل فيك زي ما هو عايز يعمل، سيبه يصبرك، لا رومية 12 وعدد 17، لا تنتقم لأنفسكم أيها الأحباء، اقرا الآية معاك كده، لا تكافئوا أحدا عن شر بشر معتلين أمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب خاطركم سلموا جميع الناس. الآية بعد كده لا تنتقموا لأنفسكم. رب ما علمناش في الحياة المسيحية ننتقم، المسيح ما انتقمش من حد، ما ضربش واحد جنبا، لم يتحرش بإمرأة، لم يغتصب زرع شخص، شاة، بقرة، حمار، إنسان، لكن الرب يسوع المسيح كان دائما يسلم لمن يرضي بعهد، وهو ده المثل والقدوه بتاعنا اللي نتعلم منه. لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء، بل اعطوا مكانا للغضب. غضب مين هنا؟ مش غضب هنا، لكن غضب هو، سيبه هو يطلع غضب. تقول لي ايه؟ انا مش قادر اسكت، مش قادر انام، انا عايز اخد حقي. خد حقك، عايز تضربه جامد زي ما ضربك، انا هو ما ضربش البعض براحتك، لكن انا عايزك تتحمل وتضغط نفسك وتقبل انك تنظلم وتسيبني انا بقى اتصرف الشخص ده، واعرف روحه كويس، اعرف اتصرف معاه، اعرف روحه كويس. عشان كده بيقول الرب هنا لانه مكتوب لي ان انا اجازي ارمي، يقول الرب. يكمل يا حكايه الرب في انجيل متى اصحاح 5 وبيقول ومن اراد ان يخاصمك ويغفر ثوبك فاترك له الردان ايضا، ومن سخرك ميلا واحد فاذا معاني. يعني ايه الحته دي؟ يعني انا شايف ان الارض ده بيستغلني وبيستغربني وبيستعرضني وانا عارف ومش عايز ازعل، فاسيبه شويه بس انا معلش يعني طمعان في حاجه بسيطه خليه ياخدها، يعني لا هي تفكرني ولا تغني هو. من سخرك مين يمشي مع اثنين، بس لو دي سخرني الثالث والرابع هروح الاقي الحوار شويه. ليه هذا الحوار؟ لان انا بقى فهمت ان انت بتستغل طيبه قلبي وبتستغل حسن نيتي، وانا لازم يجي عليا وقت من الاوقات واتوقف، لان لو انا ما توقفتش انا بساعدك على انك تكمل في الغلط، فانا لازم اعمل ستوب، بس مش لازم اتخانق فيه ومش لازم اجد معاه، لكن انا بطلت وجذبت الحنفيه ورجعت لورا. بص معايا على الايه الاخيره دي، من سالك فاعطيه. يعني ايه من سالك فاعطيه؟ ومن اراد ان يقترب منك فلا ترده. يعني ومن سألك فلا ترد، يعني ما تردوش فارغا، لو تقدر ما تردوش فارغا، ما ينفعش يبقى عندك في البيت جوه حاجه مثلا الاخوات، يعني احنا في الايام بنتبادل مع بعض المخرج، نخرج بقى الملوخيه والغربال وضرب الريح والشوال ده ونطحن فيه ونجيبه، فما فيش حد يقول لك اديني الغربال وتقول لي يا عيني الواد خسر وهو مش مكسور الغربال معلق جوه، اديله فلا ترد. لكن حد يطلب منك حاجه وفي امكانك تعملها، ليه؟ لان لما تيجي تطلب منك حاجه مش بتديها له انت بتكذب. لما يجي حد يقول لك مثلا تيجي تقول يا بتاعتك انا هشتغل بيها النهارده، تقول له صدقني اليد بتاعتك مش عارف ايه اللي جرى، تقول له انت بتكذب. فالكتاب بيقول انا ده انا بكلمكم على قبل التعاليم المسيحيه، لو احنا عايزين نعيش الكتاب، لكن لو احنا عايزين نعيش بمزاج الحد الجعل، لكن تعاليم الكتاب بتقول كده، من سال ومن أراد أن يقترب منك يستلف منك ما تردوش فعلي ولا سيما لو عندك، لكن لو ما عندكش خالص هتقول له أنا ما عنديش، لكن لو عندك وتقدر تساعده ليه ما تساعدوش؟ فالرب يسوع المسيح ما نغلش عن
في قبل ما يجي المسيح بشويه، لكن هي مطلوب العدو وقت مش موجود. لكن هو مطلوب ان سمعتم ان قيل تحب قليلا كنفسك. ودي اللي قالها المسيح للراجل اللي كان نازل من اورشليم الى اريحا، فراح الراجل سال ومن هو قريب؟ تحب قريبا كنفسك. ففي العهد الجديد تحب قريبا وتبغض العدو، لكن الرب يسوع يقول له انا فاقول لكم احبوا اعدائكم. بس انا الحقيقه مش عايز اورس الجزئيه دي، لان احنا يعني عايزين ننجح في الماده الاولى وبعدين لما نطلع للماده رقم 10. الماده الاولى اللي هي ايه؟ الماده الاولى اللي هي ايه؟ يلا قول معايا قلب المسيحيه. احبوا بعضكم بعضا. ولما نحب بعضنا بعضا يبقى بعد كده ندور على الاعداء. لكن احنا ثابتين في الحضارات، ثابتين في الماده الاولى، مش قادرين نحب بعض على مستوى الصغيرة دي، ومش قادرين نحب بعض على اللي بيصلوا في الكنيسة الثانية دي أو الكنيسة الثانية دي أو الكنيسة اللي هنا. فسأل حب عليها لما احنا صرفين في ايه دي ألف دين مسيحية، فسأل Thank you.